دعنا بطرس حرب خلال مؤتمر صحفي عقده ردا على قرار القاضي حاتم ماضي برفع الحصانة عنه، دعا وزير العدل إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف من كتاب ماضي، وأعلن أنه سيتقدم بدعوى شخصية ضد ماضي مطالبا مجلس الوزراء بتعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم ماضي. إن موقفي من السيد حاتم ماضي موجه حصرا ضد شخصه وممارساته التي تسيء إلى روح العدالة وإلى صورة القضاء، ولا تتجاوزه إطلاقا إلى تحقيق ما رمى إليه السيد ماضي شخصيا من الاحتماء بمقامي أو وراء مقامي رئاسة الجمهورية أو القضاء. إثر تولي السيد حاتم ماضي مهام النيابة العامة التمييزية، طلب إيداعه ملف التحقيق في جريمة محاولة اغتيالي لدرسي. اتفق ومسؤولون في الحزب في حزب الله عليه يقضي بأن يسلم شخص يحمل اسم محمود الحايك نفسه لشعبة المعلومات ليدلي بإفادته شرط أن يخلى سبيله في اليوم عينه. وبالنظر لمعلومات جديدة وردتني تفيد أن السيد ماضي ماض في محاولته لتمرير الصفقة ولضبط السيد ماضي المحت في معرض تعليقي على القرار، إلى أن هذا القرار أسقط الصفقة التي كانت تتم مع القضاء لتسليم محمود الحايك وفقا لشروط وافق عليها حاتم ماضي بناء على طلب حزب الله. وتحقيقا لذلك أعلن أنني سأتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي حاتم أمام القضاء لاستعطافه قضاة آخرين لمصلحة مشتبه به، وأطلب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سأتقدم بها، كما أطالب مجلس وزراء تعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم السيد قاضي وتعيين قاض للتحقيق في الادعاء الذي سأتقدم به. علق المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في بيان على كلام حرب، فقال: أنا لا أتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربت على الأخلاق الرفيعة، وإذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن حرية الرأي لنواب الأمة لا يجوز المس بها. أننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا كل البعد عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه. جدد وبكرر تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض وسيكون موضوع متابعة قضائية صارمة.